السلام عليكم، معكم الأستاذ هشام عطوش، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط. نتشرف بتقديم مسلك بكالوريوس ريادة وقانون الأعمال، وهو أول تكوين في مجال الاقتصاد والتدبير باللغة العربية بالجامعة المغربية، منفتح على كل تخصصات البكالوريا. بخصوص الولوج للسنة الأولى، فيتم القبول جميع شواهد البكالوريا أو ما يعادلها دوليا، شريطة انتقاء أولي مع ضرورة اجتياز اختبار كتابي، وفي حالة نجاح فيه مقابلة شفهية للوقوف خصوصا على القدرات التواصلية. يمكن للطالب أيضا في إطار الجسور أن يلج للسنوات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لكن بنفس شروط الانتقاء مع ضرورة رسملة مواد السنوات السابقة. فيما يخص الأهداف العامة للتكوين، هذا التكوين هو تكوين متكامل ومنسجم بين الاقتصاد والتدبير والقانون في مجال الأعمال. سنعمل فريق البيداغوجي لهذا البكالوريوس على تطوير شراكات لتوفير تداريب مهنية خاصة في المقاولات ابتداء من سنوات التخصص التي هي سنوات الثالثة والرابعة. نفس الشيء سيكون بخصوص التدريب والمساعدة في إنشاء بعض المشاريع. فيما يرتبط بالمهارات وبالكفايات، فمن المهم أن نطور واجهات وآفاق الأعمال، أن نمكن الطالب والطالبة من تحليل المحيط الداخلي والخارجي للمقاولة، وأيضا التوفر على أو اكتساب القدرة على إنشاء مقاولة والتمكن من الإدارة الجيدة لها. بطبيعة الحال ليس هناك فقط التشغيل الذاتي، يمكن للطالب أو الطالبة في نهاية تكوينه في الأربع سنوات أن ينخرط في الحياة المهنية بسهولة، إما في القطاع الخاص أو في القطاع العام. ويمكن للطالب الذي يرغب في استكمال دراسته أن يلج إطار الماستر وطنيا أو دوليا، بحكم أن هذا المسلك يوفر أرصدة قياسية تمكنه من الحركية الدولية. فيما يرتبط بهندسة البيداغوجية، هي هندسة مدروسة بعناية، تمت مقارنتها ببكالوريوسات مماثلة في دول تشتغل باللغة العربية. هذا البكالوريوس يوفر تكوينات متنوعة ومتكاملة، بالأخضر التكوينات الأساسية، بالبرتقالي تكوينات الانفتاح على وحدات لها أهميتها في سوق الشغل وفي عالم اليوم، بالأزرق وحدات اللغات، وبالوردي وطوال الأربع سنوات هناك وحدات الكفايات. مرحبا بكم في جامعة الغد لتلقي تكوين مبدع ومنفتح على العالم.